كلبا، موطن التراث والبحر والسفن الراسية على سواحلها الزرقاء. كلبا أم القلاع وعطر الماضي والأبنية التي تحتضن التاريخ بجمالها وزخرفتها وحسها المحلي. في حلقاتنا السابقة تحدثنا عن مدينة كلبا والقرى التابعة لها من حيث التطور وازدهار العمران فيها، ولكن لا ننسى أصالة وعراقة وقدم هذه المدينة، حيث تميزت مدينة كلبا بمناطق قديمة وما زالت أثارها تشهد لها ليومنا هذا. اليوم سنغوص في مدينة كلبا حتى جذور أصالة الفن العربي الإسلامي هناك، حيث التخطيط والبناء والفن المعماري ابتداء بمنطقة خور كلبا، وهي عبارة عن أحياء سكنية عريقة في الماضي وأصبحت الآن قرية للتراث ومكانا سياحيا لجذب جميع زوار الإمارات للتعرف على بيئة وثقافة هذه المنطقة، حيث يحدثنا الدكتور سعيد حداد رئيس معهد الشارقة للتراث فرع كلبا بما تتميز به مدينة كلبا بحضارة عريقة منذ القدم. عن التراث في مدينة كلبا، طبعا مدينة كلبا هي جزء لا يتجزأ من إمارة الشارقة وكذلك من هذه الدولة الكبيرة المترامية الأطراف، فتراثها أيضا نفس التراث الذي موجود سواء كان في الإمارة أو في جميع أنحاء الإمارات. لكن طبعا هناك لابد من الإشارة إلى أن بعض الجوانب لربما تكون باختلاف، وخصوصا فيما يتعلق في بعض المسمات في بعض الجوانب أو في بعض الكلمات، فهذه أمور واردة. طبعا التراث في مدينة كلبا غني، هذه المدينة غنية بتراثها سواء كان اللامادي والمادي. لو تناولنا أولا الجانب اللامادي، نرى أنه مدينة كلبا أيضا غنية بالقلاع، بالأبراج، بالحصون، وكذلك بالبيوت القديمة سواء في المدينة أو في منطقة الترميم اللي هي منطقة خور كلبا حاليا. بالنسبة إلى التراث اللامادي، طبعا المدينة تمتاز بالتراث اللامادي بالرواة سواء كانوا من الذكور أو من الإناث، الذين الحقيقة استطعنا كمعهد الشارقة للتراث في بدايات كانت دائرة الثقافة والإعلام ودائرة التراث، ثم إلى أن وصلنا إلى معهد الشارقة للتراث، نستقي الحقيقة ونسجل ونجمع من هؤلاء الرواة ما لديهم من تراث، وخصوصا فيما يتعلق بالمجال البحري والمجال الزراعي وكذلك الممارسات اليومية، العادات، التقاليد، كذلك الفنون أيضا الموجودة بهذه المدينة إلى آخر. طبعا مدينة غنية بتراثها وبتنوع التراث كما هي غني هذه الدولة أيضا. وهنا نرى العديد من بقايا البيوت القديمة التي توضح أسلوب حياة الآباء والأجداد في الماضي، والتي ضمت بين حناياها تفاصيل حياتهم اليومية، وأخفت جدرانها السعفية والطينية أفراحا وأحزانا عبر الزمن الذي قضوه في ظل معيشة قاسية. تلك البيوت التي تحطمت وتعرضت للدمار بمرور الزمن، فمنها الذي ذهب وزال بالكامل، ومنها ما تبقى منه بعض الأجزاء، مما ساعد حكومة الشارقة في ترميم تلك البيوت التالفة وصيانتها للمحافظة على هذه المنطقة حتى تكون صرحا يشهد لهذا التراث الأصيل. كان عدد هذه البيوت قديما ما يقارب 20 أو أكثر، منها شتوي المبني من الحجارة والطين وسعف النخيل، ومنها الصيفي العريش،
وقد كان أهالي الخور في الصيف يلجؤون لإقامة مثل هذه البيوت بالقرب من الساحل. ويقف هنا هذا المسجد التاريخي ليشهد على عراقة وأصالة الماضي كما هو، دلالة على هوية هذه المدينة الإسلامية، ويسمى بمسجد الخور القديم الذي قد تم بناؤه في عام 1950 من الطين والحجارة وخشب النخيل، مما جعله ينفرد بتصاميم معمارية قديمة، حيث أنه تميز بسقفه الخشبي وبوابته ذات الطراز العربي الأصيل بنقوش تشهد للمنطقة بالقدم، ومحرابه الصغير ومنارته التي لا يتجاوز طولها بضعة أمتار. نرى أيضا عندنا مساجد قديمة كانت بمدينة كلبة، وأيضا بمنطقة خور كلبة وبالمناطق الأخرى، اللي هي طبعا المساجد اللي بنيت باليشم واليص، مالة اليص اللي كانت سائدة والحجر في ذلك الوقت. عندنا طبعا في السابق كان في وسط المدينة يقع جنب الحصن هنا مسجد قديم، لكن طبعا هذا المسجد في فترة التعمير وأزيلت معاه، يعني الحقيقة معذرة، يعني بيوت كثيرة. المسجد هذا يلي أيضا مسجد آخر قديم يسمى مسجد بن سرحان، هو يقع خلف البلدية القديمة في وسط البيوت، وهذا أيضا الآن في محيط أو في دائرة اهتمامنا، وفي دائرة أيضا الأخوة بقسم الترميم. كذلك عندنا أيضا من المساجد القديمة مسجد موجود بمنطقة خور كلبة، نشاهد هذا المسجد موجود في دوار في الشارع، فهو مسجد أيضا قديم. كذلك أيضا عندنا مسجد من المساجد أيضا اللي طبعا شملتها ونشملها دائما، وبالذات سواء كانت دور عبادة أو غيرها، بالعناية والاهتمام والمحافظة عليها، أيضا مسجد منطقة الرقيعة. عندنا أيضا من مساجد أيضا القديمة المتبقية مسجد في السور الغربية، يعني هذا أيضا من مساجد، وكذلك بجنبه برج. طبعا راح إن شاء الله في المراحل القادمة نكشف عن هذا البرج الموجود جنب المسجد، لأنه هو مختفي لكن بالكاد أساساته موجودة. وكذلك أيضا هناك شجرة سدر قديمة أيضا من الأشجار المعمرة، والتي أيضا وجه الحاكم سيدي حاكم الإمارة سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، يعني نحن اليوم كمعهد الشارقة للتراث ليس بس اهتمامنا مبنى فقط وتراث لا مادي فقط، وإنما حتى النبات حتى الأشجار بمختلف، يعني بالذات الأشجار البيئية، لأن السدر اليوم شجر السدر من الأشجار البيئية. هذا بالنسبة إلى المساجد، وبالنسبة أيضا للاهتمام وبالنبات، يعني عندنا أيضا السدرة وهي معلم قديم ومعروفة، كذلك سدر السور، كذلك عندنا سدرة وادي وسام أيضا من الأشجار المعمرة. بالإضافة إلى ذلك عندنا البيوت القديمة، يعني الآن احنا عدنا في مدينة كلبة، يعني دائما الناس توجه لنا السؤال عن طبعا بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي. طبعا هذا البيت التاريخي الذي بالفعل له دور تاريخي على استمرار المرحلة ودوامها، وشهد ما شهده أيضا من أدوار هذا البيت، وبوجود طبعا الحاكم آنذاك الشيخ سعيد بن حمد القاسمي رحمه الله. طبعا يوازي هذا البيت بالإطلالة مباشرة على البحر كان يوازيه بيت يسمى بيت الخان، إلا أنه أيضا
أيضا تعرض للإزالة إلى جانب بعض البيوت. لكن بيت الخان نحن نأمل، ولأنه دائما السؤال عنا ودائما الناس في مدينة كلبة يتكلمون معنا، لماذا لا يعاد بيت الخان؟ لأنه بيت الخان أيضا يتميز بعمارة قديمة، أيضا من خلال الصور اكتشفنا إن بيت الخان يمكن يكون من من البيوت التي أزيلت، وأيضا التي كان بها اللمسة الأندلسية، القوس الأندلسي موجود في بيت الخان من خلال الصور. وطبعا هذا البيت أيضا مشرف إشرافا كاملا كبيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي على البحر مباشرة. كلبة في مركزها، هذا مركزها كلبة، كان من البلدية وأنت بتجه الشمال، وأنها أيضا تمتد المحطة وتمتد أيضا المنطقة والمناطق الأخرى التي أيضا تشملها حتى بيت المطروشي امتدادا إلى الجنوب. لكن هي المركز الأساسي كان في هذا المحيط اللي هو من نقول عليه الحصن، منطقة الحصن، واللي تشرف على الحصن بامتداد فريج البحر، وأنت متجه باتجاه الشمال الذي طبعا كان يربط المدينة أيضا بداخلها وخارجها بشارع يطلق عليه شارع سكة الخيل، الذي يتفرع فيما بعد إلى المسيال ويتجه الجزء الآخر منه إلى السوق القديم الذي كان يقع تحديدا بجوار أيضا حصن كلبة، وكان سوقا مصقوفا. في القدم كانت لأهل مدينة كلباء محاولات عديدة في بناء وحدات دفاعية كالقلاع والحصون وتخطيط المباني كالبيوت، فنسجوا حكاياتهم مع جدرانها التي ظلت صامدة مع الزمن، وكانت تبدو لهم القلاع والحصون ضخمة وككتلة دفاعية، وقد كانوا يبنون أغلب قلاعهم على السواحل حتى يسهل الدفاع من الجانب البحري والمحافظة على المنطقة من جوانبها الأخرى أيضا. وإحدى هذه القلاع قلعة كلباء. وتزخر مدينة كلباء بمعلم آخر لا يقل روعة عن حصنها، وهي قلعة الغيل، حيث أنها من الشواهد الأثرية القديمة للمواقف الدفاعية في المنطقة الشرقية، والتي تؤكد على العمق التاريخي والحضاري للمنطقة. قلعة الغيل تقف هنا شامخة تتحدى الزمن وتروي فصولا من حكاية الإنسان الإماراتي الأصيل وكفاحه المستمر. قلعة الغيل هي أيضا تقع في منطقة الغيل، وسميت هذه القلعة نسبة للمنطقة الواقعة فيها وهي منطقة الغيل. والغيل اسم مشتق من غليل الماء، لأنه هذه المنطقة أيضا كانت في أيام الأمطار في السابق، يعني تبقى الأمطار بها من الشتاء إلى الصيف ومن الصيف إلى الشتاء بصورة متواصلة، ولذلك سميت بالغيل. يعني ما كان الغليل الماء يكون على طول السنة موجود بها. طبعا هذه القلعة أول من بناها واحد يقال له علي، ثم استكمل البناء فيما بعد المغفور له بإذن الله الشيخ سعيد بن حمد القاسمي رحمه الله، الذي بالفعل أكمل هذه القلعة كاملة وأضاف لها المرافق إلى جانب البرج الموجود من الأساس، أضاف لها المرافق وأضاف لها أيضا الليوان اللي طبعا استريح تحته الحراس، وأيضا أضاف لها غرفة المدبسة اللي هي الدبس، إلى جانب أيضا السور. طبعا قلعة الغيل من القلاع المهمة، وقلعة الغيل من القلاع المشرفة
إشرافا كاملا على المنطقة وكذلك أيضا الكاشفة للمدينة والتحركات التي تدور في الممرات أو المحيط سواد المنطقة أو المتوجهة أيضا إلى مدينة كلبة من القلعة. طبعا القلعة أيضا الزائر لقلعة الغيل قد يشاهد قلعة الغيل تقع على مرتفع جبلي يبلغ طول قلعة الغيل 20 مترا في 15 مترا عرض. أيضا الملاحظ في جوانب قلعة الغيل سيلاحظ بعض الحوامي اللي هي البيوت القديمة التي طبعا كانت سكنة للأهالي في هذه المنطقة والتي هي يطلق عليها اسم الحوامي. طبعا هذه الحوامي كانت تشكل البيوت القديمة لأهل المنطقة وكانوا أهل المنطقة جميعا يقيمون أو يسكنون في محيط القلعة فوق وكذلك وأنت نازل في الاتجاه الغربي. طبعا هذه القلعة شكلت كما وأن أسلفت جانب مهما في المراقبة لأنه طبعا نحن نعرف أن قلعة الغيل ترتبط أيضا بممرات جبلية قادمة إلى الغيل وقادمة إلى مدينة كلبة في ذلك الوقت. طبعا هذه الممرات أو الخطوط البرية والقادمة أيضا من سلطنة عمان كذلك القلعة مرتبطة ببرج آخر يقع في منطقة الساف متوسط المنطقة. ملامح وعبق الماضي بين جبال المنطقة الشرقية حيث تميزت منطقة وادي الحلو التابعة لمدينة كلباء ببعض القلاع والبيوت العريقة والقديمة حيث كانت عبارة عن أحجار فهي الأساس في بناء بيوتهم كما كانت تصنع من مواد أخرى منها الجص لتثبيت الأحجار فتوضع حجارة فوق حجارة بشكل متناسق وبالنسبة للتسقيف فقد استخدموا الخيوط وجلود الحيوانات والأخشاب. منطقة وادي الحلو تعد أيضا من المناطق التابعة لمدينة كلبة وكذلك اللي هي أيضا في نطاق إمارة الشارقة. هذه الحقيقة المنطقة أيضا غنية ليس بالآثار فقط وإنما أيضا بالجانب التراثي سواء كان المادي أو اللامادي. أيضا هذه المدينة طبعا اليوم نحن نشهد روعتها وجمالها بفضل التوجيهات وبفضل الرعاية الكريمة التي حظت بها هذه المنطقة كسائر المناطق كالإمارة كإمارة الشارقة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حفظ الله الذي اهتم الحقيقة وأولى عناية تامة بالمناطق سواء منطقة وادي الحلو عدنا أيضا في مناطق الشارجة مناطق أخرى منها شيس من النحوة من الغيل اليوم الغيل أصبحت لازقة مثل ما يقولوا في المدينة كذلك الطريف وكثير من المناطق التي هي في الفعل يشتشملها العناية والرعاية الخاصة والتامة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة. بالطبع يعني لو نظرنا أن هناك في عندنا بعض القلاع وعندنا كذلك بعض البيوت وعندنا أيضا مسجد قديم أيضا موجود في منطقة وادي الحلو وبدأنا أيضا الإشراء على ترميمه وهذا تم ترميمه في الفترة التي كان فيها إدارة التراث تابعة إلى دار الثقافة والإعلام ثم استكملت الجوانب الأخرى بعد أن طبعا أصبحنا كمعهد الشارقة للتراث معهد قائما بذاته. هذا المعهد أيضا العلمي الصرح العلمي الأكاديمي الذي في الحقيقة أيضا أصبحت اليوم عليه مسؤوليات جسام وفيما يتعلق
بالحفاظ على التراث فيما يتعلق بصيانته فيما يتعلق بمتابعته، وكل الحقيقة من القائمين على هذه الجوانب وكل في موقعه أيضا حريص وقائم ويعمل بجهد واجتهاد في تحقيق الهدف ووصول إلى النتائج المرجوة والنتائج أيضا التي وضعها وحقق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد قاسمي لنا كمعهد الشارقة عموما جميعا، إننا كيف نصل برسالة التراث، كيف نصل بأهداف التراث، سواء من خلال منطقة الغيل، من خلال وادي الحلو، المنطقة الجميلة التي بالفعل تتميز بتلك البيوت التي وضعت على قمم الجبال وأصبحت تشكل لوحة زخرفية إبداعية جميلة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لهذه الجهود، لهذا العطاء، لهذا الحقيقة الدعم اللامحدود من قبل سموه الكريم. وفي اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة تغيرت أنماط حياة أهالي جميع مناطق الدولة ومنها مدينة كلباء، فقد تحولت المساكن من بيوت الطين والسعف والحجارة إلى بيوت غلب عليها الطابع المعماري الحديث وازدياد عدد المساكن الشعبية الحديثة لتصبح الآن مناطقها ذات عدد سكاني أكثر ومساكن أكثر.